الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وعندنا قاعدة جميلة، عندنا قاعدة جميلة تقول هذه القاعدة: كل عذر مرجو الزوال، كل عذر مرجو الزوال فمانع من الاستنابة في الحج. كل عذر مرجو الزوال فمانع من الاستنابة في الحج. وبيانها أن نقول إن الأعذار التي تمنع من الحج لا تخلو من قسمين: إما أن يرجى زوالها في يوم من الأيام، وإما أن لا يرجى زوالها. فأما الأعذار التي لا يرجى زوالها كالمرض المزمن الذي لا يرجى زواله على حسب خبرة الأطباء، أو الضعف العام في الجسد من كبر السن، فبلغ الإنسان من الكبر عتيا بحيث صار ضنو الخلقة يعني ضعيف الخلقة لا يثبت على الراحلة، فمثل هذا يجوز له أن ينيب غيره يحج ويعتمر. وأما القسم الثاني من الأعذار فهي الأعذار التي يرجى زوالها في يوم من الأيام، فكل عذر مرجو زواله فهو مانع من الاستنابة في الحج. وعلى ذلك فروع يسيرة، منها: المحبوس، هل يجوز للمحبوس أن ينيب غيره ليؤدي الحج عنه؟ الجواب: ننظر أولا هل الحبس من الأعذار التي يرجى زوالها في يوم من الأيام؟ الجواب: نعم، حتى ولو كان مؤبدا فلربما يأتيه عفو في يوم من الأيام. فإذن المحبوس لا يجوز له أن ينيب غيره، بل يصبر ويحتسب الأجر حتى يفرج الله عز وجل عنه. ومنها: المأسور في بلاد الكفار، هل يجوز له أن ينيب غيره؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن الأسر ليس من الأعذار التي لا يرجى زوالها، بل على عكس ذلك. وكم من مأسور في بلاد الكفار سنين عددا إلا أن الله عز وجل يسر له وفرج. فالحبس والأسر من الأعذار التي يرجى زوالها في يوم من الأيام فتعتبر مانعة من الاستناب. ومنها: الفقر المدقع، يعني بمعنى أنه فقير لا يتصور هو على حسب معرفته أنه يغتني يوما من الأيام، فيقول: لو جلست سنين فأنا لن أحصل ما لن أحج به. هل الفقر المعدم من الأعذار التي تجيز للفقير أن ينيب غيره؟ الجواب: لا، فكم من فقير زال فقره من طريق لم يأتي له على بال، إما بصدقة وإما بانفتاح تجارة أو إرث أو غير ذلك. ومنها أيضا: محرم المرأة، إذا لم تجد المرأة محرما كل محارمها ماتوا، فليست ذات زوج وأبوها توفي وأخوها وعمها وخالها، بمعنى أنها لا تجد محرما، أو أنها تجد محرما معاندا لا يريد أن يذهب معها. فهل عدم وجدان المحرم من الأعذار التي تجيز للمرأة أن تنيب غيرها؟ الجواب: لا، ليس ذلك من الأعذار، لأنه قد يرزقها الله عز وجل في يوم من الأيام شيبة عاقلا، رجلا عاقلا يرضى بها زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أولى. فالمرأة قد تتزوج في أي سن من سنيها. فإذا المحرم أو عدم المحرم ليس من الأعذار التي لا يمكن أن تزول مطلقا. ومنها أيضا المشلول، مشلول اليدين والرجلين الذي يعجز عن الحركة فلا يثبت على الراحلة ولا على السيارة إلا بكلفة ومشقة عظيمة، هل هذا من الأعذار التي تجيز له الاستنابة؟ الجواب: نعم، لأن هذا أي الشلل من الأمراض التي يقرر الأطباء أنها غير مرجوة الزوال في يوم من الأيام.
ومنها الأمراض المعدية التي يخشى من انتشارها في الحجاج. هل صاحب المرض المعدي القاتل، انتبه، القاتل يعني الخطير، يجيز له أن ينيب غيره؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، إذ المرض هذا قد يرجى زواله في يوم من الأيام بشفاء من الله عز وجل أو بتقدم طبي أو نحوه، لا سيما إذا لم يكن في على حسب خبرة الأطباء من الأمراض التي لا يرجى زوالها، كالمريض مثلا بالإيدز أو المريض بإنفلونزا الطيور مثلا أو غيرها من تلك الأمراض التي تقتل من أصابته غالبا، فلا يجوز له أن ينيب بسبب هذا المرض. ومنها أيضا الخوف من اللصوص، الخوف من اللصوص أو قطاع الطرق، هل هذا من الأعذار التي تجيز له أن ينيب غيره؟ الجواب: لا، لأن اللصوص إنما ينتشرون إذا ضعف السلطان والأمن، وهذا الضعف هل يلزم دوامه؟ هل يلزم دوامه؟ الجواب: لا، قد يتغير الحاكم وتتغير معه كل دفة أمن هذا البلد. ومنها وهو كثير الممنوع نظاما من دخول المملكة بأسباب أمنية أو غيرها من الأسباب وهو لم يحج، فهل تجيزون له أيها الفقهاء، هل تجيزون له أيها الفقهاء أن ينيب غيره؟ ما لكم تلوون رؤوسكم؟ الجواب: نعم، لا يجوز له أن ينيب، لأن الأمور قد تختلف والأنظمة قد تتبدل وتتغير، وكم من إنسان كان ممنوعا من دخول المملكة بسبب من الأسباب ثم بالشفاعات أو بتغير الحكام والأنظمة فتح المجال له مرة أخرى.